بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في اليوم الثاني من دور الثمانيه في بطوله اليورو 2020، المنتخب الدنماركي بينجح ان هو يكسب منتخب التشيك بنتيجه 2-1، وكمان المنتخب الانجليزي بيقدر يكتسح منتخب اوكرانيا برباعيه نظيفه. لو سالت اي حد قلت له تتوقع النهارده مين هيكسب؟ هيقول لك طبيعي الدنمارك، والمنتخب الانجليزي طبعا هيكسب منتخب اوكرانيا. طب ليه بقى تقعدوا تعملوا فيلم هندي بعد ما منتخب انجلترا كسب منتخب اوكرانيا؟ لا 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 معلش، هو المكسب برباعيه والمكسب وان سايد جيم، وكمان الأربعة دول المنتخب الإنجليزي ضيع قدهم في تصديات حارس المرمى وتصويبات للعيبة جوه الملعب، كان المنتخب الإنجليزي ممكن يطلع كسبان 8. هتقول لي ماشي، ما كل ده كان منطقي وإحنا كنا متفقين عليه إن المنتخب الإنجليزي هيكسب أوكرانيا. يقول لك لا ما لازم نتكلم بقى، لازم نحلل بقى. قعدنا نتفرج على الماتش، كنا متوقعين إنجلترا تكسب، بس لازم نتكلم، ونتكلم على النهارده هاري كين رجع لمستواه نوعا ما تدريجي، لانه ما ينفعش انك تتكلم ان لعيب راح جاب مستوى مره واحده كده في ماتش بعد ما كان سيء ومش قادر يشوف قدامه. بس ليه بقى؟ ذهنيا لعيب الكره لما بيرتاح بيطلع منه كل حاجه حلوه. وهاري كين لما عرف ان خلاص الدنيا بالنسبه لداني ليفي قفلت في الميركاتو وكده كده قاعد الصيف الحالي في توتنهام، خلاص الدنيا بقت بالنسبه له مستريح. هو عرف اللي فيها، مديرنا الفني تم تعيينه وهو السيد نونو سانتوس، فخلاص بالنسبه لهاري كين خلاص بقى مركز في اليورو، وان احنا لازم ان احنا نقدم اداء كويس، ولازم ان انا اتالق علشان خاطر بدات اتهاجم كتير، فلازم اركز جوه الملعب. ورحيم ستيرلينج اتكلمت معاك على الرهان بتاع جاريث ساوثجيت اللي كسبه، بس النهارده بقى جاريث ساوثجيت بيلعب منتخب اوكرانيا. اتفقت معاك انا الفيديو اللي فات ان جاريث ساوثجيت ماشي بالمباريات بمنطق كل مباراه بطريقتها، وكل مباراه بتشكيلتها، كل مباراه بطريقه اللعب بتاعها، كل مباراه على حسب الخصم اللي قدامي عامل ازاي. هنلعب المانيا، نلعب زون، هجمات مرتده، سرعات على الاطراف، مش محتاجين ان احنا نبني كوره كتير، محتاجين ان احنا نخطف ونجري. وده فعلا اللي الراجل قدر يعمله في مباراه المانيا، برغم كده برده عمل استحواذ في مباراه المانيا. النهارده بقى انت بتلعب منتخب اوكرانيا 3-5-2 بيلعب بيها تشيفتشينكو، فده معناه انك محتاج اتنين اطراف في الاربعة 4-2-3-1 اللي انت مضطر تلعب بيها علشان خاطر منتخب اوكرانيا هيديك الكوره. الاثنين اطراف بتوعك يكون عندهم سرعات وعندهم مهارات. كده كده رحيم ستيرلينج بيلعب ناحيه الشمال. النهارده بقى قال لك جودن سانشو خلص حواره بتاع مانشستر يونايتد اللي بقى له 3 سنين ولا لا؟ قال له تمام يا كوتش خلص، والراجل تقريبا كده مضى والدنيا بالنسبه له خلصت. قال لك سانشو هتبدا معايا النهارده، تقدر انت تعدي لي واحد على واحد كتير، تقدر تعدي لي على الاطراف وتخش جوه تلعب عرضيات لهاري كين، ممكن تعمل اي حاجه، حتى ممكن تخش من على الاطراف وتشوط وتصوب وتسجل والدنيا بالنسبه لك تكون مظبوطه. تمام يا كوتش، انا مستني الفرصه بقى لي فتره. موسم انت هتلعب قدام كليفن وقدام ديكلان رايس، ما عنديش اي مانع، كلها لعيبه بتقول ان احنا نازلين نهاجم، وده اللي حصل فعلا. اول 4 دقايق رحيم ستيرلينج بيعمل اسيست لهاري كين بيسجل بيه، خلاص المباراه انتهت تمام بالنسبه للمنتخب الاوكراني. المنتخب الاوكراني هيفتح، فالمنتخب الانجليزي هيدي له هجمات مرتده، وانجلترا بتحب موضوع الهجمات المرتده ده، لو عندك اثنين صراع واثنين مهارات اساسا. غير كده المنتخب الاوكراني اي حيله نوعا ما قدام فرقه زي المنتخب الانجليزي. جون ستونز وهاري ماجواير عاملين تقل في خط الدفاع، وجود لوك شو وكايل ووكر برده عاملين تقل، بيك فورت مش عامل اي حاجه بس خط الدفاع اللي قدامه اهو بيسنده على قد ما يقدر علشان خاطر تلاقي الشوط الاول وصل لان احنا طلعنا 1-0. الشوط الثاني اول كوره برده كوره ثابته بيقدر يستغلها هاري ماجواير بالتخصص، وبيجيب الكوره في مرمى المنتخب الاوكراني عشان خاطر خلاص ف 45 دقيقه خلاص يا جماعه، خلصنا الماتش بدري 2-0 خلاص يا جماعه، عايزين اي حاجه تانية؟ لا معلش، هاري كين محتاج يجيب جون تاني بس عشان خاطر يثبت للناس ان عاد الامير يا خوانا، الامير اللي كنت قاعدين تهاجموه الاسبوع اللي فات بتقولوا مش ظاهر والكلام ده، اهو وصل 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 اهو. وفعلا هاري كين بيسجل الهدف الثالث والهدف الثاني ليه علشان خاطر تبدا التغييرات بالنسبه للسيد جاريث ساوثجيت. عايزين نشوف راشفورد؟ تعالى يا راشفورد. عايزين تشوفوا المهاجم بتاع ايفرتون كالفرت لوين؟ تعالى يا كالفرت يا حبيبي، هتنزل النهارده طبعا بجانب ان هو بيغير التغيير بتاع دين هاندرسون مكان ديكلان رايس. والراجل قال لك انزل جود بليجنتون، انزل جود بتاع بروسيا دورتموند ده اللي هو الولد الصغير ده مكان كليفن، وطلعت ديكلان وطلعت كمان كليفن وبغير بقى بعمل اللي انا عايزه. ويجي الهدف الرابع عن طريق جوردن هندرسون القائد من كره عاليه برده. كل الكور كرات ثابته بيقدر يستغلها منتخب انجلترا، والكرات الثابته قالت بيه هو شغل المدير الفني. فعزيزي كل حاجه بتلف لك في منتخب انجلترا انك لما اخذك كنت فاهم جاريث ساوثجيت غلط، والراجل جاي يثبت لك ان هو مدير فني قوي جدا، بس انت اللي كنت ظالمه بتقول ان هو نقطه ضعف المنتخب الانجليزي. فلا عزيزي، في مديرين فنيين كنا فاهمين ان هم هيشكلوا قوه للفرقه، بس هم لبسوا الفرقه في الحيط عزيزي زي السيد نونو سانتوس كده في منتخب البرتغال.
فعزي لا فرناندو سانتوس هي بص البرتغال كلها سانتوسات يا عزيزي. فالنهارده الحمد لله منتخب انجلترا بيقدر يفوز برباعيه والحمد لله، ليه؟ كلنا بنتفرج على الدوري الانجليزي فكلنا غصب عننا عندنا لعيب او اتنين من الفرق اللي بنحبها في المنتخب الانجليزي فبنشجعهم كده عنوه وخرابه بقى. معلش ومعلش يا اسطى لو وصلت معايا لحد هنا فممكن تعمل لايك معايا. المنتخب الانجليزي حبيبك يعني دخل دور الاربعه من غير ما يدخل فيه ولا هدف، كلين شيت في كل المباريات حرفيا، حتى منتخب ايطاليا دخل في جول امبارح وما دخلش من جوه. فلا معلش يا اسطى مش هقبل اقل من ان انت تعمل لايك او سبسكرايب لو كملت لحد هنا، غير كده لا يا اسطى ما اعرفكش.